تجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغارة الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة البازارات الميلادية والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وسط أجواء ميلادية مباركة، تستمر الكنائس الرسولية في الأردن بممارسة تقاليدها في تقوية روحية معبرة لاستقبال عيد الميلاد المجيد من خلال إقامة البازارات الخيرية التي توفر كافة مستلزمات العيد من زينة وأضواء وأكلات شعبية وهدايا خاصة بالعيد المجيد. ففي كنيسة القديس بولس للاتين في منطقة الجبيهة أقيم بازار ميلادي زاخر رعته سعادة العين هيفاء النجار بحضور كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وجمع من الكهنة والراهبات والمؤمنين، حيث أقيم البازار الذي اشتمل على معروضات يدوية وتحف فنية من مستلزمات عيد الميلاد المجيد وسط حضور حافل لكشافة الرعية التي قدمت معزوفات موسيقية خاصة بالمناسبة الروحية والتي تهيئ الحضور لأجواء العيد المجيد. بشرفنا أولا حضور النورسات هاي القناة الحاضرة دائما في البيوت وفي كل النشاطات الرعوية، وحضورها اليوم مميز، وفعلا هذا العام في نكهة خاصة لهذا البازار، هو أنه يترافق ويتوافق افتتاح البازار مع الأعمال الشبه نهائية اللي وصلنا إليها في بناء كنيسة القديس بولس في هذه الرعية، والتي طال انتظارها لسنوات عديدة. والبازار كما في كل الرعاية هو مناسبة تجتمع فيه العائلات حتى تجدد الروح الأخوية والروح الرعوية وبألفة وبأيضا المحبة، وأيضا حتى أنها تقوم بواجب التجاري بالقيام ببعض المشتريات الخاصة بالأعياد. وكل هذه العناصر مع بعض هي تخلق الرعية، فالرعية هي التي تلتقي معا تحتفل معا وتعيش أيضا هذه المناسبات السنوية معا، والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر بروح المحبة. من جديد كل الشكر لقناة نورسات وبرئاسة المدير الدكتورة باسمة السمعان الحاضرة دائما والفعالة دائما في هذا البلد، ونطلب من الله أن تعاد هذه الأعياد ونحتفل بها بكل عام، وهذا البلد بقيادته الهاشمية بكل خير وبكل سلام وبكل طمأنينة ومحبة. قمنا اليوم بافتتاح بازارنا بازار الميلاد السنوي لرعية كنيسة القديس بولس الرسول، والحمد لله بوجود كمان الدكتورة باسمة السمعان. شاكرين جهودكم، دائما بتدعمونا، والحمد لله ببركة السيد ولادة المسيح اليوم كانت كمان احتفالنا بانتهاء بصبة الكنيسة، وإن شاء الله السنة الجاي رح يكون بازارنا بالموقع الجديد للقاعة الكنيسة، وكل سنة وانتم سالمين، وانبسطنا اليوم بوجودكم معنا ووجود كل الحبايب، وشكر كبير لأفراد وقيادة مجموعة كشافة مرشدات دار اللاتين شبيها كمان. كما رعى معالي السيد سامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البازار الميلادي الذي أقيم في ساحة كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في الزرقاء، وبعدها حضر الأمسية الميلادية التي قدمتها جوقة المجد القادمة من محافظة إربد، والتي قدمت عدة تراتيل ميلادية بيزنطية أتحفت الحضور وأدخلتهم في أجواء روحية مباركة.
إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير ويعيدوا علينا وعلى بلدنا وعلى ملكنا بألف خير. الحمد لله، يعني رغم الظروف المعيشية الصعبة اللي بعيشها المواطن الأردني ورغم صعوبة الأحوال والوضع الإقليمي للمنطقة، إلى أنه إحنا الحمد لله منقيم احتفالاتنا الدينية والأردن بيحتفل بعيد ميلاد المسيح، وهذا إذا بدل على إشي بدل على أن الأردن بلد قوي عصي على كل التحديات وكل الصعوبات اللي ممكن تواجهنا. مرة ثانية كل عام وانتم بخير، وبنشكر كشافة الروم أرثوذكس لمدينة الزرقاء وأبونا راعي كنيسة الزرقاء، والله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير مرة ثانية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. باسم الرئاسة الروحية لكنيسة القديس جيورجوس للروم الأرثوذكس والممثلة بقدس الأشمندريت أثناسيوس قاقيش والأب جورج خوري، وباسم قادة وأفراد مجموعة كشافة مرشدات الروم الأرثوذكس الزرقاء، نرحب براعي الاحتفال معالي السيد سامي كامل الدؤود وزير الدولة شؤون رئاسة الوزراء وأصحاب السعادة والعطوفة. بنقول لكم كل عام أنتم بخير في هذه المناسبة، ومنرحب فيكم في بازار المجموعة السنوي، وبنقول لكم أهلا وسهلا فيكم في مدينة الزرقاء، مدينة الجند والعسكر التي طرزت على عبر السنين كل ملاحم القوة والأخوة بين المسيحيين والإسلاميين. فأهلا وسهلا فيكم، منرحب فيكم مرة تانية، وشكرا لإذاعة نورسات اللي أتاحت لنا هذه الفرصة إنه نعايد على جميع المسيحيين والمسلمين في هذه المناسبة، وأهلا وسهلا بكم في بازاركم. نجد لميلادك أيها المسيح، نجد لميلادك أيها المسيح فأرنا. وبرعاية نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رجائي المعشر، تم إضاءة شجرة عيد الميلاد في جمعية ديوان عشيرة الدبابنة بمدينة السلط، وسط حضور حاشد لأسر الجمعية وأبناء المدينة، حيث أحيا أعضاء الجمعية الدبكات والأغاني الشعبية التي أتحفت الحضور. وفي الجامعة الأمريكية في مادبا، تم إضاءة شجرة عيد الميلاد في حفل أقيم برعاية رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب وحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وعدد كبير من طلبة الجامعة. وتخلل الاحتفال كلمة ألقاها رئيس الجامعة عبر فيها عن أمنياته السعيدة وتحت رعاية فارسة القبر المقدس السيد بدور مسيح، أحيت كشافة ورعية يسوع الملك للاتين بالمصدار فعاليات انطلاق بازار عيد الميلاد المجيد وإضاءة مغارة الميلاد، كما اشتمل على فقرات ترفيهية عديدة للأطفال والعائلات. البازار كان حقيقي أنه ناجح بما أنه غاب فترة لا بأس بها، المشاركة كانت حلوة، الشباب الصبايا الفعاليات كلها، مجلس الرعية أبونا كلهم ما شاء الله عليهم، ومن البزرات الناجحة. بقول كل عام وأنتم بخير للرعية، لأبونا مروان راعي هاي الكنيسة، ولمجلس الرعية وكل الفعاليات اللي بالكنيسة. وبقول إن شاء الله يا رب هذه المناسبات والأعياد المجيدة وطفل المغارة يزور قلوب الكل، المغارة تولد بقلوبهم وتولد بحياتهم، تولد في بيوتهم، تولد في كنائسنا، وتولد في الرعاية كليتها. وكل عام وانتم بخير، وبعيدكم كمان بالسنة الجديدة إن شاء الله بتكون سنة خير وبركة للجميع، ويعم السلام والمحبة في قلوبنا وكنائسنا وبيوتنا وفي العالم أجمع. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير مع بداية موسم الأعياد الميلادية،
واليوم احنا بافتتاح بازار رعية يسوع الملك في المزار، نوجه لكم من مغارة الميلاد تحية بنحكيكم فيها كل عام وانتم بخير، ولد المسيح هللويا. اليوم بإضاءتنا لمغارة الميلاد ولزينة الميلاد احنا عم نعيش إيماننا المسيحي، هذا الإيمان اللي مش فقط متجسد ومكتوب بالكتاب المقدس، وإنما أيضا متجسد باحتفالاتنا وبأعيادنا اللي منجسدها ببزاراتنا وبضاءة المغارة وبضاءة الشجرة. هاي المغارة اللي بنقرأ فيها قصة الميلاد زي كأنه هي عبارة عن إنجيل خامس احنا عم نفتحه اليوم، عم نقرأ من جديد فيه مولد يسوع وزيارة الرعاة والمجوس ليسوع المسيح الطفل في مغارة بيت لحم. بهاي المناسبة احنا متوجه لجميع المسيحيين في الأردن ومنهنئهم ببداية الأعياد الميلادية، نحكي لهم كل عام بخير، وإن شاء الله هاي السنة إن شاء الله بتكون سنة بركة، سنة نعمة على الجميع. وطفل المغارة بمنح من مذوده الغني كل النعم وكل البركات لكل القلوب المتعطشة لهذا الطفل، وهذا الطفل اللي جاي حامل السلام هو أمير السلام، إن شاء الله يمنح السلام لكل بيت لكل قلب موجود في وطننا الحبيب الأردن. وكل عام وانتم بخير، ولد المسيح هللويا. كل عام وانتم بألف خير، ميلاد مجيد إن شاء الله يكون على بلدنا وعلى كل العالم، يحل السلام في هذا العيد، عيد السلام. نشكر قناة نورسات طبعاً اللي دائماً بتغطي كل الأحداث المهمة، الأحداث المسيحية، الأحداث الوطنية، اللي تواجدها هو كالنجم اللي يدل المجوس على مكان الميلاد، ونورسات بتدل على مكان يسوع. طبعاً في هون في كنيسة يسوع الملك المصدار، أقدم كنيسة لاتين في عمان، اللي منها منسميها أم الكنائس لأنه انطلقت منها كل العائلات المسيحية وانطلقت منها كل كنائس في عمان اللاتين، وطبعاً مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية المصدار، وهي أيضاً أقدم مجموعة كشفية مسيحية في الأردن، وأقدم مجموعة كشفية ما زالت لليوم قائمة وتعمل وتخدم الأبناء، وتضم 300 شاب وفتاة حضروا للبازار بقلبهم وحضروا قلبهم لحلول طفل المغارة ولميلاد يسوع. وطبعاً المغارة وكل التفاصيل المغارة شايفينها نحن ورانا هي من عمل أيدي الكشاف، وكل شيء في البازار هو عمل للكشاف حتى يستقبلوا يسوع بطريقة مميزة ويقولوا نحن موجودين دائماً، قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لاستقبال طفل المغارة ملك السلام يسوع المسيح. كل عام وانتم بخير، وأردننا بخير، والله يديم السلام على بلدنا وعلى كل العالم. كما قامت كشافة ومرشدات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات في عمان بازارها الميلادي بحضور الأخوات الراهبات وإدارة وهيئة المدرسة وضيوف من عدة رعاية. وقد اشتمل البازار الذي استمر يوما واحدا على مستلزمات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. كنت سعيد جدا اليوم أكون معكم في افتتاح بازار الراهبات الفرنسيسكانيات. هذا بازار كل سنة بيتم وبيذكرنا دائما خصوصا المغارة الرائعة اللي موجودة عند مدخل البازار، بيت لحم القديمة، بيت لحم المحبة، بيت لحم مدينة السلام. وفي هذا المزار بنتذكر الملائكة اللي ظهروا ليلة الميلاد يهللون ينسلون المجد لله في العلا. بميلاد المسيح يتجدد مجد الله على الأرض، مجد الله في العلا وعلى الأرض السلام. هذا السلام الدنيا، السلام المفقود، النزاعات، الخلافات، الحروب، القتل، الدمار الموجود، نأمل أن ينتهي وأن يعم السلام في أرض السيد المسيح. هي مناسبة رائعة، الناس تلتقي على المحبة على الوفاق، ونأمل أن يكون أن تكون هذه الأيام المزيدة فيها تقارب وفيها ملتقى للناس على السلام، للتفكير في بيت لحم وأهمية السلام وأهمية الحياة اللي أعطانا إياها السيد المسيح. كل عام وأنتم بخير.
وفي كنيسة مار يوسف في المفرق رعت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب نورسات الأردن حفل افتتاح البازار الميلادي بحضور كاهن الرعية الأب طارق حجازين وأبناء الرعية. وبعد حفل الافتتاح الذي تخلله أغاني وأهازيج وفقرات ترفيهية ومعزوفات موسيقية، قامت السمعان بجولة على أقسام البازار واطلعت على معروضاته التي اشتملت على مستلزمات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتبادلت التهاني مع الحضور من أبناء الرعية الذين تمنوا أن يكون هذا العيد عيد فرح ومحبة وسلام لكل العائلات في المفرق والأردن الحبيب في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وإن شاء الله هالمواسم السعيدة هاي تعيشوا بمحبة وخدمة الله تعالى، نقول عام خير وبركة على الأردن، ويحمل للشعب الأردني في طيات إن شاء الله مفاجآت سارة. كل سنة وانتم سالمين، وملكنا جلالة الملك، حكومتنا الرشيدة، وشعبنا الأردني يضل بخير. اسمحوا لي بالبداية بقدم شكري لقناة النورسات على حضورها معنا اليوم في كنيسة مار يوسف بالمفرق لافتتاح البازار الميلادي برعاية الدكتورة باسمة السمعان. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء العطر، ولقاء ما بين كل ابناء الرعيه مع القناه نورسات، بنعيش مع بعض كلياتنا اجواء الفرح والاستعداد الروحي وكل انواع الاستعداد من اجل عيد الميلاد المجيد. وان شاء الله بتمنى انه هذا العيد عيد الميلاد يكون هو عيد فرح ومحبه وسلام للجميع، لكل العائلات في هذه البلده. برفع صلاتي ايضا من أجل الأردن الغالي، من أجل السلام في هذا الوطن الحبيب، من أجل العائلة الهاشمية، الله يعطيها القوة والحكمة لقيادة هذا الوطن إلى دائما بر الأمن والسلام. فكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله عيد ميلاد مجيد، والمسيح يولد في قلوبنا وفي حياتنا. وشكرا لكم، يعطيكم العافية.